أهلا بكم ومرحبا بإذاعة حياة فهم وبمستمعي إذاعة حياة فهم. بالنسبة لهذا الاحتفال هو تتويج للمسابقات الدينية التي أجريت في الأيام الماضية وهي عديدة، ومنها تلاوة القرآن الكريم، وقد فاز عدد من الأبناء والبنات، ومسابقة في السيرة النبوية، ومسابقة في رفع الأذان على الطريقة علي البراق. فكل هذه المسابقات توجت بنجاحات، فما نجحوا فما شكون نجح. خذينا ثلاثة الأوائل من كل مسابقة، واليوم نحب نوزع الجوائز على هؤلاء الفائزين والفائزات لإبراز الاحتفالية الدينية، أنها ما تعدلش المولد بدون يعني فقرات دينية هامة. علاوة على المحاضرات وعلى المسامرات، هناك مسابقات كذلك شارك فيها عدد كبير من الفتيان والفتيات، والحمد لله تو تسمعوا الأصوات التي نجحت، فهي يعني تثلش الصدر باعتبار أن أبنائنا فيهم من مازالت البركة. طبعاً العودة المدرسية وزيد جاء في وسط الأسبوع، في وسط الجمعة، ما هيش نهاية أسبوع. فرغم ذلك حسب ما اتصلوا بينا من وكالات الأصفار، عدد كبير من وكالات الأصفار غدوة تحط الرحال في القيروان بعدد كبير من الزائرين. نحن نرحب بهؤلاء الزائرين، وإن شاء الله يلقاوا ما يريدون أن يجدوه في هذه المدينة، وإن شاء الله إحنا نستقبل زادة الزوار بصدر رحب وبأيدي مفتوحة. وكما قلنا ماذا بينا ما نستغلوهمش في هذه المناسبة. الكسكروت يقعد بحقه، والكيلو المقروض يقعد بحقه، باش ما نفروش الناس اللي جايتنا، ما نخزروش كان الغدوة، نخزرو ديما للمستقبل. لأن إذا كان يجيونا ناس ويحبوا يعاودوا، فما اللي ما عادش يحب يعاود، يقول لك انا شريت خبزه نضرب قداش، ولا كيلو مقروض ب 12000 ولا ب 10000. يا خويا احنا ماذا بينا القروان تبقى بطبيعتها، نخدموا ارواحنا، وراو المستقبل هو اللي نخدموا له مش لليوم. اليوم نحتفل بوليداتنا المتفوقين بالمسابقة في تجويد القرآن وفي حفظ الأحاديث النبوية الشريفة. إذن ستكون بحول الله أمسية ممتعة جيدة مفيدة بطبيعة الحال، لأن القيروان تستحق ذلك وتستحق أكثر من ذلك. يزمنا المناسبة هذه نعطيها قيمتها، والمناسبة هذه حتى تكون هي بطبيعة الحال مساعدة على أن ترجع إلى القيروان المجد متاعها والإشعاع الكبير اللي كان موجود في العالم بأسره إن شاء الله. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.